الأسواق في إكويتي جروب الأستاذ رائد خضر. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ رائد. إذن محضر الفيدرالي كان واضحا فيما يتعلق بتجديد السياسة النقدية وأيضا تأثير أسعار الفائدة مقابل التضخم. كيف أثر هذا الاجتماع الأخير على أداء أسواق العملات وتحديدا مؤشر الدولار؟ يعني توضيح أن الفيدرالي هو واثق من ضرورة تشديد السياسة النقدية من خلال بيان أو من خلال محضر اجتماعه الأخير الذي صدر يوم أمس عكسته الأسواق بشكل مباشر. حقيقة رأينا ارتفاعات وقوة في الدولار الأمريكي أمام معظم المضارات. عملية تصحيح بدأت تصبح نوعا ما ليست طفيفة وإنما أكثر عمقا بعض الشيء على الأسواق الأمريكية نتيجة الخوف من فقدان السيولة الرخيصة اللي كانت يوفرها برامج التيسير النقدي اللي تبعها الفيدرال الأمريكي، إضافة إلى توقعات رفعات أسعار الفائدة. حقيقة المستثمرين بدأوا يضعون هذه السيناريوهات نصب أعينهم خلال التداولات يوم أمس، ورأينا يعني ضغط شديد للدولار الأمريكي بالاتجاه الصاعد وضغط على السلع. ممكن النفط باقي متماسكا بعض الشيء، ولكن على سبيل المثال الذهب كان قد حقق تراجعات قوية بنتيجة قوة الدولار الأمريكي، وأيضا في نفس الوقت عملية معاوضة للخسائر التي تم تحقيقها في أسواق الأسهم أو أسواق العائد المرتفع. بالتالي ما أتى به الفيدرالي يوم أمس هو ما يجب أن يتم تنفيذه، وهو مجابهة التضخم الذي فعلا أصبح خارج عن السيطرة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب أن يتجه نحو تشديد سريع في رفع أسعار الفائدة وتقليص في برنامج شراء السندات، وربما الرفعة الأولى قد تكون في شهر مايو العام القادم، تليها رفعتان في نفس العام. نعم، إذن لاحظنا بأن المتحور أوميكرون بعد تسجيل إصابات كبيرة في الولايات المتحدة أثر بشكل كبير على أداء الدولار، يعني أو إن صح التعبير خفف من حدة التراجعات على أدائه وزادها عفوا. يعني كيف تأثيرات أوميكرون متوقعة خلال هذا العام؟ هل نتوقع المزيد من الضغوطات على أسعار العملات؟ يعني نحن ننظر إلى أداء الدولار الأمريكي، أداء الدولار الأمريكي بعيد جدا عن القيعان تبعه اللي هي كانت عند 93، نحن عند 96.5 وصل إلى 97، بالتالي هذا يفتح المجال لمزيد من الارتفاعات، خصوصا أنه متجهين إلى رفع في أسعار الفائدة وتشديد في السياسة النقدية ومضاعفة تقليص برنامج شراء السندات من 15 مليار إلى 30 مليار. هذه العمليات التي تم إنجازها حاليا والتغييرات الحادة في السياسة النقدية مصيرها أن تدفع الدولار الأمريكي بشكل كبير بالاتجاه الصاعد، ولكن كما نعلم تماما هناك تأخر بعض الشيء حتى تتكون الثقة، ومن ثم يبدأ عملية تسعير للسوق قبل حدوث الأحداث من قبل الفيدرالي، أي قبل عمليات رفع أسعار الفائدة، وهذا ما نتطلع إليه في الشهر الأول من هذا العام. بالتالي الأسبوع الأخير خصوصا بعد إصدار بيانات سوق العمل الأمريكي المنتظرة يوم الجمعة وبياناتها التي تليها المتعلقة بالجي دي بي، سوف نرى الأسواق الأمريكية تبدأ مجددا تسعير سريع لعمليات رفع أسعار الفائدة، وبالتالي ذلك قد يتضمن انخفاضات في أسواق الأسهم وارتفاعات في أداء الدولار الأمريكي وتراجعات بعض الشيء في مؤشرات أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، وبلا شك تراجعات في أسعار السلع. نعم، يعني إذا من المتوقع العديد من البيانات الاقتصادية المهمة على أجندة يعني الأسبوع الحالي وأيضا بداية تعاملات الأسبوع المقبل. كيف تصف الأداء العملات الآسيوية تحديدا الين الياباني الذي شهدنا خلال تعاملات الأسبوع الحالي عدة من التذبذبات بين الارتفاع والانخفاض؟ يعني احنا هلا عند 115.69 تقريبا سعر الين الياباني مقابل الدولار الامريكي ين ياباني، لكن ما ننظر اليه هو خلف هذه الارقام هو ان الدولار الامريكي مع مزيد من القوه سوف يكون هناك فرصه لمزيد من الارتفاعات، وهذه حاله يعني ستكون نوعا ما يعني مهمه جدا بالنسبه للاقتصاد الياباني الذي يسعى الى ان يكون في عنده فائدة واستفادة كبيرة من انخفاض قيمة الين أمام الدولار الأمريكي. نعلم تماما أن ذلك يشجع صادراتهم بشكل كبير، فبالتالي الوضع مثالي إن صح التعبير بالنسبة للأسواق اليابانية على وجه التحديد. ولكن المؤثر الأكبر هو الاقتصاد الصيني الذي يتأثر بشكل أكبر بأوميكرون وبحالات كورونا، وبالتالي إغلاقات اقتصادية جزئية تحدث داخل الاقتصاد الصيني اللي إذا ظهرت عليه أي معالم للهبوط سيكون تأثيرها واسع النطاق على المنطقة الآسيوية بشكل عام. ولكن كما ذكرنا أنه هو مرتبط بشكل كبير بهذا الاقتصاد، كلاهما يتحركان بنفس الاتجاه وهو إيجابية وأداء جيد واستفادة
من يعني ما يتم حدوثه حاليا من بدء في تجديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية وبقاء السياسة التسهيلية القروض الرخيصة والأموال الرخيصة والين الرخيص الذي يساعد على عمليات التصدير كما ذكرنا، ولكن عائقه هو إغلاقات أو صعوبة في سلاسل التوريد. نعم، كبير استراتيجي للأسواق في إكويتي جروب الأستاذ رائد خضر، كنت معنا من دبي.